هذا هو صفاء. أنا في الشركة. لا مش عارف هخلص إمتى. آه. احتمال أبات هنا. صفاء اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. آه مشغول شوية. شوية كده هتلاقيني بكلمك. سلام. آسفة أنا معتز. أيوه ده رقم تاني معايا. مش مهم ليه؟ يا ماما عايزك تسمعيني وتركزي كويس. عايزك تحضري شنطك أنت والولاد وتسافروا الليلة. أيوه الليلة. تسافروا روحوا أي حتة، معاكي فلوس تكفيكي تروحي أي مكان أنت عايزاه. اسمعيني يا صفاء وبعدين هبقى أشرح لك. المهم أنا عايزكم تبعدوا شوية النهاردة. لا مفيش مشاكل ولا حاجة. يا صفاء قلت لك ما عنديش وقت اشرح. المهم ان الليله تسيبوا مصر وخدي معاكي ذهبك وكل حاجه تقدري تشيليها معاكي. ما تكلميش حد وما تقوليش لحد انك انت مسافره لحد ما الطياره تتحرك بيكم. فاهمه؟ ماشي. وانا اول ما احضر هكلمك تاني اشوف انتوا فين واجي لكم. ماشي سلام. ده لو قدرت بالله على السلامة يا شيخ. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا. سليم فين؟ سيبناه جوه، صاحي من شوية، لكن أنا اتأكدت إنه مش هيقدر يخرج ولا يعمل حاجة. عملت كل اللي وراكوا في المتحف؟ عملنا كل اللي قالنا عليه سليم. يعني احنا كده خلصنا شغلنا واحنا كده جاهزين مش محتاجينه تاني خلاص. ها تمرنا بيه بقى دلوقتي يا شيخنا؟ سيبوه كده محدش يكلمه ولا يعمل له حاجه لحد ما ارجع له. أمرك يا شيخنا. أيوه عزة. يعني هم عندك دلوقتي؟ طيب اسحب جوازاتهم وبلغهم إنهم ممنوعين من السفر. ايوه مشيهم بس يا عزه. متشكر يا عزه هطلبك تاني. زي ما حمزه توقع معتز حاول يهرب عيلته بره مصر. يبقى اكيد بلغوه اننا منعناهم من السفر. بالظبط كده. وساعتها معتز مش هيبقى قدامه حل تاني غير انه ينفذ اللي طلبنا منه. حلو قوي. كده احنا ماشيين زي ما احنا عايزين بالظبط. بتعمل ايه؟ ما تعبش نفسك يا باشمهندس. فكني يا صالح فكني احسن لك لحظه قسما بالله. هتعمل ايه يعني؟ اقول لك انا هتعمل ايه؟ ولا حاجه. عارف ليه؟ علشان انت مش هتخرج من هنا تاني ابدا.
المقدم حمزه. انا معتاد بحاول اتصل بسليم لكن ما بيردش عليا، انا مش عارف ليه. خليك وراه وما تسيبوش لغايه لما يرد عليك، وتعمل اللي قلته لك بالحرف. كلمه زياده، كلمه غلط، انت عارف كويس قوي هيحصل فيك ايه. معتز، ما تشغلش بالك بحكايه السفر دي، ها ما تضيعش وقتك. المره دي سيبنا مراتك وعيالك يروحوا، المره الجايه هيشرفوا عندنا، وانت فاهم ده معناه ايه. توصل لسليم وترد عليا. شيخ جابر، معتز شهاب قاعد بيتصل على موبايل سليم وبعت له الرسالة دي. وده عايز ايه دلوقتي؟ معرفش والله يا شيخ جابر. تحب نكلمه ونفهم منه ايه اللي بيحصل؟ لا سيبه دلوقتي، انا بكلمه بعدين وافهم ايه الموضوع. المهم دلوقتي نخلص من موضوع سليم. وقررت يا شيخنا؟ زي ما انت قلت يا صالح. خلاص. ما بقيناش محتاجين له. رحت الفندق ليه يا سليم؟ مراتك كانت هناك مش كده؟ بعد كل اللي حصل وكل اللي قلناه في الآخر برضو اخترتها، بعد كل اللي عملناه معاك استحملناه، برضه في الآخر عايز تسيبنا وتروح لها. يا خسارة يا سليم، للدرجة دي بتحبها؟ دي ما بتمشيش معايا. تعلم انت عمرك ما كنت معانا ولا عملت برسالتنا. فوق بقى، فوق كفايه تمثيل، انا وانت هنا لوحدنا ما فيش حد موجود، مش لازم تطلع لي عده النصب. دي عقيده يا سليم، عقيده هفضل طول عمري احارب علشانها. عشان غير من ساعه ما جيت هنا وانا بفكر واحد زيك عايش العيشه دي ليه؟ ملقتش إجابة غير إن أنت فاشل وجاهل، ورحت لميت شوية العيال الغلابة دول حواليك بالكلمتين اللي أنت حفظتهم وضحكت عليهم بيهم، وضحكت عليهم باللقمة اللي بتديها لهم، فحسسوك إنك ملك وأنت ولا حاجة. أنت لو جابولك السلطة لغاية عندك مش هتعرف تعمل بيها حاجة، لأنك فاشل وجاهل وغبي، واخرك تضرب بالرصاص. بس انا كمان غبي، غبي عشان جه وقت مشيت ورا واحد زيك. انت فعلا غبي يا سليم. عارف ليه؟ علشان الجاهل اللي واقف قصادك ده عرف يجيبك يا باشمهندس يا متعلم يا بتاع المدارس، ويخليك تعمل اللي هو عاوزه برضاك. بقيت ملكي يا سليم، ملكي. كل اللي انا عايزه منك بتعمله. انت راضي؟ شوف يا سليم، زي ما رحمتك من حكم الإعدام زمان، ما
جه اليوم اللي انفذه فيك دلوقتي.